التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بوزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية كانغ أونغ هوا، الذي يزور مصر حاليا في زيارة تستغرق عدة أيام، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول هذا اللقاء سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مجالات التصنيع الدفاعي وتعزيز الشراكة الاستراتيجيه في مختلف المجالات. التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بالسيد كانغ اون هوا وزير برنامج اداره المشتريات الدفاعيه دي اي بي اي لجمهوريه كوريا الجنوبيه والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك. وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مجالات التصنيع الدفاعي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، لا في مجالات التعاون مع الشركات الكورية العاملة في المجالات المختلفة للصناعات الدفاعية. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين وأعرب الوزير الكوري الجنوبي. عن تطلع بلاده للمشاركه في معرض الصناعات الدفاعيه اديكس 2021 والذي تقام فعالياته خلال شهر ديسمبر 2021 بالقاهره حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحه وعدد من كبار قاده القوات المسلحه وسفير جمهوريه كوريا الجنوبيه بمصر